لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل فعل وأفعل في القضاء والقدر والكسب وذكر الفعل والانفعال، بعد أن ذكر الجواب على من أحدث معصية وأوجدها، فمن أحدث معصية وأوجدها وأبرزها من العدم إلى الوجود. قلنا الله عز وجل هو الذي خلقها، والعبد هو الذي فعلها. فالذي أخرجها أو أوجدها أحدثها من العدم إلى الوجود مع الخلق الله عز وجل، والفاعل لها هو الذي أبرزها بإقدار الله له على ذلك، وليس أنه الذي خلقها، هو الذي فعلها. الله عز وجل الذي مكنه من ذلك بإقداره له، بجعل القدرة والإرادة. فإن قيل فمن الذي خلقها، قيل لكم من الذي فعلها. فالذي خلقها هو الله، لا جواب غير ذلك. لهم من الذي فعلها عشان ما ينفوش إرادة العبد، إلى أن قال فإن قيل فهل يمكن الامتناع منها وقد خلقها وقد خلقت في نفسه أو أسبابها أو أسبابها الموجبة لها، وخلق السبب الموجب خلق لمسببه وموجبه. يقول هل يمكن العبد بقى الامتناع من المعصية وقد خلقت فيه نفسها، هي خلقت فيه؟ هنقول تقصد بالامتناع وجود الإرادة والقدرة ولا حصول ذلك بالفعل؟ كلمة يمكنه، هل يستطيع؟ هنرجع يمكنه الاستطاعة، يبقى هنسأله عن الاستطاعة قبل الفعل، هنقول يمكنه، ماشي كده؟ الاستطاعة التي مع الفعل يبقى لا يمكنه، أن هي واحدة اللي عليها التكليف، التي قبل الفعل، التي هي سلامة الآلات والحواس ووجود القدرة والإرادة، والتي لا يصلح نفيها. عشان كده بنقول إيه، هو بيقول إيه؟ خلق السبب الموجب. احنا قلنا بالسبب، احنا قلنا ان قلنا المعصية نفسها مخلوقة، مش كده؟ والسبب الموجب لها، الدواعي التي ادت به الى ذلك. هنقول الايجاب ده، الايجاب من ربنا سبحانه وتعالى، هل معنى اضطرار، بمعنى الجاء واكراه وارغام على ذلك على عكس ارادته؟ لا، يبقى اللعب بالالفاظ هي دي المشكلة في هذه الأسئلة الباطلة. كلمة عندما نقول هل يمكنه الامتناع منها، هو كان مدفوع إليها إرغاما، كان مدفوع إليها إكراها؟ لا، هو ده اللي الجبري لو يعني أقر به لانهدم مذهبه، أنه ليس مكرها وليس مجبرا بالاعتبار اللي بمعنى زوال إرادة العبد. وخلق السبب الموجب الذي يؤدي ولا بد، خلق لمسببه الذي تسبب عنه، السبب الموجب أوجب كذا، كذا ده موجب ومسبب. فبيقول الله احنا عندناش منازعة أصلا في خلق الثلاثة، السبب نفس الإنسان والإرادة والقدرة الحادثة والفعل الحادث، بس قلنا ايه، هذا الموجب هو إرادة الله سبحانه وتعالى.
بس الموجب إرادة الله. قيل هذا السؤال احنا دلوقتي الجواب ان احنا بنقول يعني ايه قصدكم بالامكان؟ هل يمكنه الامتناع؟ وحالة تانية ان خلق المعصية بسببها لا يلزم من ذلك نفي إرادة الإنسان. قيل هذا السؤال يورد على وجهين، أحدهما أن يراد أنه يصير مضطرا إليها ملجأ إلى فعلها بخلقها أو خلق أسبابها فيه، بحيث لا يبقى له اختيار في نفسه ولا إرادة، وتبقى حركته قسرية لا إرادية. هنجاوب هنا بإيه؟ بالنفي. هل يراد أنه يراد أنه يصير مضطرا إليها ملجأ إلى فعلها بخلقها، بخلق المعصية في نفسه أو خلق أسبابها فيه؟ إن الأسباب الإرادات، وإحنا اتفقنا المرة اللي فاتت أن إرادات العباد خلقت فيه، يجدون في أنفسهم رغبة في الطعام والشراب والتملك والجنس، ودي الدوافع التي أدت إلى طلب المعاصي حيث طلبها من طلبها. فإحنا قلنا لكن هل ده معناه أنه بقي بلا اختيار في نفسه ولا إرادة وتبقى حركته قسرية لا إرادية؟ فإذا قلت هل يمكنه الامتناع وقد خلقت في ذلك، هتقول ان هو لا معناها انه مضطر، هقول لك لا، ليس مضطرا، وبهذا الاعتبار يمكنه الامتناع ان ارادته موجوده. واذا هتقول بمعنى المعنى الثاني بقى ان هو ارادته منفصله، استطاعته يملكها هو ويخلقها ولا دخل له باراده الله، هنقول لا، هذا لا يمكنه الامتناع بهذا الاعتبار. بس الاولاني هو اللي عليه المسؤوليه. وجود إمكانية امتناع بوجود إرادة وقدرة للإنسان، سلامة الحواس يجعله مسؤولا عن هذا الامتناع. يقول الثاني أنه هل لاختياره وإرادته وقدرته تأثير في المعصية أو التأثير لقدرة الرب ومشيئته فقط، وذلك هو السبب الموجب للفعل. احنا هنقول لا، نعم، السبب الموجب هو إرادة الله وقدرته، ولكن هل معنى ذلك أنه لا أثر لقدرته واختياره؟ لا، في أثر. فإن أوردتموه على الوجه الأول فجوابه أنه يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل، ولا يصير مضطرا ملجأ بخلقها فيه ولا بخلق أسبابها ودواعيها، فإنها إنما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها، يمكنه فعلها بإرادته وتركها. هي خلقت فيه كده، هي خلقت إن هو يقدر يعملها بقدرته وإرادته، مش إنها اتخلقت فيه غصب عنه. خبط واحد، اخبطه كده اللي بيجادلك كده وقول له دي الضربة دي زي دقة قلبي، غصب عنه ضربتك، خلقت فيا، ها، خلقت دي فيا. وللعلم بلا شك ان الحركه دي مخلوقه فيا، ايدي مش انا مش مالكها، ما هي ممكن تتشل في اي لحظه، ممكن المخ يجي له جلطه ساعتها ما يتحركش، ومع ذلك في فرق بينها وبين دق قلبي. اه طبعا، اي عاقل يقول في فرق بين الاثنين. كان يوم ربنا خلق اراد ان انا اعملها بارادتي، مش ان انا اعملها وخلاص. هو الذي فرق بين الحركتين، دق قلبي وانقباض عضلات بطني لما يجي لي مغص، وبين ان انا خبطتك ضربتك. ما هو طبعا، ما هو الناس دي بتجادل، هي المشكله. هي السؤال كده سؤال مكلكع، هل يمكنه الامتناع؟ تقول له لا يمكنه الامتناع. يبقى انت ايه؟ ساعة ما تقول لك يبقى ارادته ملهاش اثر، هنقول له لا، يمكنه الامتناع باعتبار وجود الارادة، ان ربنا خلقه على خلقة انه يريد اشياء يقدر على فعلها ويقدر على تركها.
ماشي كده، وان الافعال دي بتقع بالاراده والقدره الانسانيه. يقول فانها انما خلقت فيه على وجه يمكنه فعلها وتركها، يمكنها فعلها بارادته وتركها بارادته، فلو لم يمكنه الترك لازم اجتماع النقيضين، وان يكون مريدا غير مريد، فاعلا غير فاعل، ملجا غير ملجا. وده كلام باطل فعلا. يعني هذا الكلام ده نقدر نقول انه ملجا وغير فاعل في دق قلبه، في حركه الدم في عروقه، وقفها شوي، سرع الدم شوي، لا ملجا، مقدار السرعه بتاعه جران الدم 6 من 10 متر مش عارف في قد ايه في الدقيقه، ده جريان انا مش بقى اتحكم فيه. وان اوردتموه على الوجه الثاني فجوابه ان لارادته واختياره وقدرته اثرا فيها، وهو السبب الذي خلقها الله في به في العبد، خلقه الله به في العبد، الأب والأم اللي ربنا خلق بيهم الولد. فقولكم إنه لا يمكنه الترك مع الاعتراف بكونه متمكنا من الفعل جمع بين النقيضين. ماشي كده، هتقول متمكن غير متمكن، علشان التمكن والاستطاعة اتوضع النوعين بتوعها مطرح بعضهم. ماشي كده، الاستطاعة التي هي سلامة الحواس، وجود قدرة وإرادة، حطيت انت مطرح الاستطاعة التي مع الفعل التي هي توفيق الرب للعبد او خذلانه له حتى فعل المعاصي. فلان انت قلت هو غير متمكن من ترك ما جعله الله متمكنا منه بإرادته. يطلع السؤال متناقض، يبقى الإجابة هتطلع متناقضة، علشان انت حطيت التمكن اللي هو الاستطاعة اللي هو الإرادة والقدرة، حطيت سلامة الحواس مع مطرح الاستطاعة التي هي التوفيق التي مع الفعل. يقول فإنه إذا تمكن من الفعل، كان الفعل اختياريا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فكيف يصح أن يقال لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ لا اختيار له في فعل وترك لفعل الاختياري. شفتوا بقى التلاعب، لا يمكنه الاختيار في فعل الفعل الاختياري، باطل قطعا باطل. ماشي كده، يبقى انت عايز تقول مفيش فعل اختياري، وانت الجواب بتاعي ده عشان كده لازم اللي هيجاوبه لازم ايه، يقسم الامكان والاستطاعة. هل يمكنه دي؟ يقول فإنه تمكن من الفعل، فإنه إذا تمكن من الفعل كان الفعل اختياريا، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله، فكيف يصح أن يقال لا يمكنه ترك الفعل الاختياري الممكن؟ هذا خلف من القول، وحقيقة الأمر أنه يمكنه الترك لو أراده لكنه لا يريده، فصار لازما بالإرادة الجازمة، بالإرادة الجازمة منه. فإن قيل فهل يكفي في كونه مجبورا عليه؟ إرادة جازمة منه؟ العبد. العبد أراد إرادة جازمة، عشان كده عمل، خبطتك، ضربتك، واحد قتل واحد، ماشي كده، حصل إزاي ده؟ بإرادة جازمة مش مترددة، أقتله ولا ما أقتلوش، أقتله ولا ما أقتلوش، لا هقتله. طب هرتب إزاي؟ هستناه، هعمل له، هجيب السلاح، هضرب، إرادة إيه دي؟ جازمة منه، مش كده؟ بس ما كانش بيعبر عنها بجزمة
لا انت متلخبط في الجازمه والموجبه. اراده الله. اراده الموجبه هي اراده الله. اراده الجازمه ليست موجبه لوجود القتل، مش كده؟ مش هو ساعات اراد القتل وبعدين الرصاصه اتعوجت سنه 1 سنتي، ماشي كده؟ الراجل اللي هو عايز يقتله وطد منه كده فطلعت من فوق مثلا، كان لابس درع فلما الرصاصه جت على الدرع ردها، كان في دبابه ولا عربيه مصفحه الانفجار خلاه ما يصابش هو. الاراده الانسانيه غير موجبه، غير موجبه ولكنها جازمة، عشان كده هيتحاسب. فإن قيل فهذا يكفي، فيقول فإن قيل فهذا يكفي في كونه مجبورا عليه، إن ربنا اللي خلق له الإرادة وإن هو خلاها كده هم جعلها كذلك. قيل بل هذا من أدل شيء على بطلان الجبر. هو بيقعد يجدوا في الحتة دي، يقول مش هو اللي خلاني اريد ذلك، يبقى انا ماليش دعوه. كذاب، النتيجه دي هي اللي غلط. هو ارادك ان تريد، مش ارادك ان انت مالكش دعوه. كلمه اراد ان اريد، اريد دي تساوي ليا دعوه، وانت عايز تقول طالما هو اللي خلقها يبقى انا ماليش دعوه. انت عايز تقول الاب والام اللي خلفوا الولد مالهمش دعوه عشان مش هم اللي خلقوا الولد، عشان هم جعلوا ابا واما. لا، كونهم جعلوا لا ينفي مسؤوليتهم. ما ينفعش، هو اراده ربنا. طالما قلت اراده ما فيش فيها التردد اللي هو بتاع اعمل لو ما اعملش. التردد الذي في حق الله سبحانه وتعالى هو اجتماع اراده او اجتماع محبه شيء وكراهه شيء، ولا بد ان انه سيفعل واحدا، وهو انه لا بد ان يموت الانسان. بس ده ما يعنيش ان ربنا ايه يكره مساءة المؤمن. قيل بل هذا من ادل شيء على بطلان الجبر، فانه انما لزم بارادته المنافيه للجبر. طالما قلت اراد العبد يبقى ايه؟ يبقى هذا نفي الجبر. ولو كان وجوب الفعل بالإرادة يقتضي الجبر لكان الرب تبارك وتعالى وتقدس مجبورا على أفعاله لوجوبها بإرادته ومشيئته، وذلك محال. هذه على فكرة ولو كان وجود الفعل. فإن قيل الفرق أن إرادة الرب تعالى من نفسه لم يجعله غيره مريدا، والعبد إرادته من ربه إذ هي مخلوقة له، فإنه هو الذي جعله مريدا. كلام صح، بس معنى ليس معنى ذلك أن إرادة العبد ملغية، ليس معناها أن ملهاش أثر. كونه قد جعله الله مريدا لا ينفي أن الإرادة الإنسانية لها إيه؟ لها أثر. صحيح ليست موجبة ولكن لها إيه؟ أثر. يقول قيل هذا موضع اضطرب فيه الناس، فسلكت فيه القدرية واديا، وسلكت الجبرية واديا، وأهل السنة في واد آخر. قالت الجبرية القدرية: العبد هو الذي يحدث إرادته وليست مخلوقة لله، والله مكنه من إحداث إرادته بأن خلقه كذلك. كذبين والله العظيم، والله العظيم كذبين، لأن إرادة العبد يخلقها الله فيه من غير قدرة من العبد على خلقها وتركها. يعني الشعور بالرغبة تجاه الجنس الآخر، في بشر بيتخلقوا بدون رغبة؟ ماشي. إذا ربنا الذي أوجد هذه الرغبة فيك تقول يبقى أنا إرادتي أنا الذي أوجدتها. يا عم ده الشاب بيلاقي نفسه كان طفل ما يعرفش حاجة في الموضوع وبريء جدا جدا جدا، وبعدين كبر شويه بدا يدور ويقول هو ايه الفرق بين الولد والبنت، وبعد شويه بدا يرغب لغايه ما بلغ بقى عنده اراده كامله في الايه؟ في الجنس.
الذي يعني. فازاي نقول ان العبد هو الذي خلق ارادتها؟ ده بيلاقيها في نفسه والله العظيم. والجوع والعطش والحب التملك، الحاجات دي بيتوجد في الانسان بنقول رضا منه. بس مش معنى ذلك انها لما تتوجد انها ملهاش اثر. ما هو انت دلوقتي بيلاقي نفسه مشدود للبنت، ماشي كده، هو مغناطيس بيجر ناحيتها غصب عنه لغايه ما يلزق فيها. لا قطعا وقتها مش كده، ما هي مخلوقه فيه ان انت افعل افعل واترك، هتشوف دي حلال ودي حرام، افعل بناء على ذلك واترك بناء على ذلك. اما ان هي عشان اتخلقت فيك ان ملهاش ان ان ان, إن ملهاش انهاش اثر وانت مالكش دعوه، لا انت ليك دعوه. او ان عشان انا بعمل الحاجه بارادتي ان انا اللي بخلقها، جاز والله انت كذاب، مش انت اللي خلقتها. قالت الجبرية: بل الله تعالى هو الذي يحدث إرادات العبد شيئا بعد شيء، وإحداث الإرادات فيه كإحداث لونه وطوله وقصره وسواده وبياضه مما لا صنع له فيه البتة. فلو أراد أنه أن لا يريد لما أمكنه ذلك. صحيح لو أراد أن لا يريد، ولكن حين جعله مريدا لا ينفي ذلك أثر إرادته فيه في فعله. يقول: وكان كما لو أراد أن يكون طوله وقصره ولونه على غير ما هو عليه، فهو مضطر إلى الإرادة. اللعب بالألفاظ، وأنه هيشبه وجود الإرادة ابتداء دي الحقيقة، أنه زي اللون وليه والطول والقصر، بس اللي بينشأ عن الإرادة مش زي ليه، مش زي الطول والقصر، صح كده؟ مدي لكش اللي مادة الايد دي لقاها مادة غصبا عنه. كون الانسان بيلاقي القدرة بعد سنة على هذه الحركة، بعد اقل من سنة، يقول لك الطفل كده بيبدأ ما يعرفش يعمل حركة يمسك حاجة، صح كده؟ اي حاجة يمسكها يعمل فيها كده ريفليكس في الاول خالص، وبعدين يبدأ يدور وامسك دي بعد ايه، بعد مثلا كذا شهر. لا شك ان هذا الامر بقى اللي ترتب عليه مش زي طوله ولونه. يقول: وكل ارادة من اراداته فهي متوقفة على مشيئة الرب تعالى. صح، لها لهذه الارادة بخصوصها، فهي مرادة له سبحانه كما هي معلومة مقدورة، فلزمهم القول بالجبر من هذه الجهة. ومن جهة نفيهم أن يكون لإرادة العبد وقدرته آثر في الفعل. غلط الحتة دي، زي ما قلنا أصل وجود الإرادة في الإنسان، أصح ربنا خلقها وأوجدها، ولو أراد أن لا يجعله مريدا لما جعله، ولكن إذ جعله مريدا جعل له الإرادة والقدرة في فعل وترك الأشياء، ولذلك يحاسبه عليه، وجعل لقدرته وإرادته أثرا في الفعل. فإن قيل: فأي واد تسلكونه غير هذين الواديين؟ وأي طريق تسلكونها سوى هذين الطريقين؟ ما فيش غير كده. قيل: نعم، ها هنا طريقة ثالثة لم يسلكها الفريقان ولم تهتدي لها الطائفتان، ولو حكمت كل طائفة ما معها من الحق والتزمت لوازمه وطردته لساقها إلى هذه الطريق. هو شرط كمان كان لو تحكم ما مع الطائفة الأخرى من الحق، مش إنها تأخذ النصوص اللي تعجبها وتوافق هواها تترك النصوص الثانية. يقول: فنقول: وبالله التوفيق، وهو الله، وهو المستعان، عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. العبد بجملته مخلوق لله، جسمه وروحه وصفاته وأفعاله وأحواله، فهو مخلوق من جميع الوجوه. وخلق على نشأة وصفة يتمكن بها من إحداث إرادته وأفعاله. الإحداث هنا مش الخلق، من ورود الفعل. عشان كده إحداث المخلوق إيه؟
إحداث المخلوق تشكيل مش كده؟ وأما أنه يخلق فلا. يقول وتلك النشأة بمشيئة الله وقدرته وتكوينه، فهو الذي خلقه وكونه كذلك، وهو لم يجعل نفسه كذلك، بل خالقه وباريه جعله محدثا لإرادته. عشان كده قلنا موجدا للفعل، فاعلا له، لا على اسم الخالق اصطلاحا. اسم الخالق اصطلاحا الموجد من العدم، المحدث المنشئ من العدم، الأصوب أن يقال. عشان كلمة محدثا دي كلمة ايه؟ اصطلاحها الخالق. فعشان كده أنا بنبه هنا وأقول ايه؟ موجدا للفعل فاعلا له لا على اسم الخالق اصطلاحا. ايه كده اصطلاحا؟ هو في اسم خالق غير اصطلاحي؟ أصل اسم الخالق على اصطلاح الناس عموما الموجد من العدم، لكن ينفع يتقال على المشكل خالق؟ إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن هذا إلا اختلاق. هذا قول مختلق مش كده؟ مش ده الاصطلاح على اسم الايه؟ الخالق. صح ولا غلط؟ يعني أنا لما أقول واحد مبتدع أحدث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مش كده؟ هقول عليه الخالق، مش ده الاصطلاح. أما إن أنا بمعنى المحدث ماشي، وحتى الإحداث كلمة محدث دي محدث بمعنى فاعل، زي ما الاستعمال الأغلب لمحدث بمعنى الإيه؟ الأغلب بمعنى الخالق ماشي كده؟ وإن كانت تستعمل بمعنى الإيه؟ الفاعل. فعشان كده بقول أي موجدا للفعل فاعلا له لا على اسم الخالق اصطلاحا. صعبة؟ كلمة محدث جعله محدثا لإرادته وأفعاله. محدث دي ليست بمعنى خالق ماشي كده؟ كلمة محدث الاستعمال الأغلب بتاعها في هذا المقام بمعنى الخالق، لا مش هو ده. هنا محدث زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني فعل بدعة مش كده؟ عشان نقول نجمد نفسينا الكلام في الموضوع ده في كلمة محدث، عشان الجبرية هيلقطوها ويقولها بس ابن القيم ايه؟ قدري. ابن القيم بيقول بأن العبد يخلق إرادته ماشي كده؟ يا رب يسر يا رب، الولادة عسرة ماشي؟ وهي نفس عبارة القدرية في الأول، والله مكنه من إعداد إرادته بأن خلقه كذلك. هو بيقول ايه؟ لا هو بيقول هما بيقول يعني توجد الوهم عشان هي موافقه علشان اللفظ، عشان اللفظ ماشي كده؟ فاحنا بنقول اصوب ان يقال ليست كل بدايات الارادات من قبل العبد، فهناك من الارادات ما تكون نتيجه غرائز او امور جبليه خلق عليها العبد، كارادته اذهاب العطش بالشرب واذهاب الجوع بالطعام والاخلاق الوهبيه لا الكسبيه. وإن كان على العبد التحكم في هذه الغرائز والنزعات بإجراء ما وافق الشرع ومنع ما خالفه وتحسين الجبلي الحسن منها. والمقصود باسم الخالق اصطلاحا الموجد من العدم، وإلا فقد يستخدم بمعنى الفاعل. قال تعالى عن إبراهيم إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا أي تصنعون. وقال عن عيسى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي أشكل وأصور. ومن هنا يتضح أنه سبحانه أحسن الخالقين، لأن خلقه إيجاد من العدم بعد التقدير ثم إعطاء المخلوق صورته، وغيره لا يقدر على ذلك بل يصنع ويفعل. يبقى احنا بنقول جعله فاعلا بإرادته وأفعاله. أي إراداته دي قادر هو على تشكيلها، على تحسينها. مش الرسول قال لأشج عبد القيس بل جبلت عليهما الحلم والأنا؟ طب الإنسان اللي ما عندوش أناه عنده عجلة ما يعرفش
يتحكم ويفرمل العجله دي شويه؟ انما الحلم بالايه؟ طب هو في شيء جبلي بالتاكيد، ماشي، هو مش هيبقى زي الذي خلق جبلي جبلته على الحلم، بس هيقدر يتحكم في اعصابه بدرجه ما تخليه يقل فساد العجله. اللي مجبول على صفه بيبقى سهل جدا بيفعلها جبله، بيفعلها بسهوله بالغه، وده بيمسك نفسه جامد وبيجاهد نفسه، بس قدرته على المجاهده موجوده. عشان كده بقول بدايات الارادات مخلوقه قطعا ويقينا، لا شك في ذلك. ولو اراد الله الا يجعله كذلك، يعني في الجوع والعطش، يعني نان ساكرينج، عيل ما بيمصش، ما ايه، مش شاعر بالجوع، عيل مش متالم، يحط ايده في الكهرباء، يحط ايده في النار، يتقطع بس بالموس مش حاسس. معلش يعني انت عندك حاجات بتخليك تفر من الالم. فالارادات الانسانيه بدايتها جبليه، ماشي كده، ولكن الانسان اعطي القدره بعد ما وجدت على ان هو يتحكم فيها. طبعا، ماشي كده. حتى الجبلي يعرف يحس يزيد في الحلم اللي هو جبلي بتاعه، يحسنه، واللي هو سيء عشان كده قلنا ايه، وتحسين الجبلي الحسن منها، ان الحاجات الجبليه هو في حاجات حسنه وفي حاجات سيئه، مش كده؟ يقول الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، ان فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والاناه. واحد عنده سرعه غضب ينفع اقول له لا تغضب؟ ينفع، لانه عنده قدره على ايه بعد ما خلق كذلك، هو طبيعته كده، جبل على ذلك، ولكن ارادته بعد ما اتوجدت، بعد ما ربنا اوجدها جعل له القدره على ايه؟ على تحسين هذا الامر، ماشي كده؟ على انه يقاوم عدم الحلم، يقاوم سرعه الغضب، ويقاوم العجله، ماشي كده؟ واللي هو مجبول على الاناه، كل حاجه بيعملها بعد ما يفكر ويتروى وبالراحه، ده يزود بقى ويستمر على ذلك، هينطلق سرعه الصاروخ فوق، ماشي في الصفه دي. واحد جبل كريما هتلاقيه بيطلع كل شيء بسهوله، واحد تاني جبل بخيلا، جبل بخيلا ده يعمل ايه؟ طلع الزكاه، بس اقول له اذا هتطلع الزكاه هتطلع الزكاه، مش لازم تطلع صدقات، بس تطلع ايه؟ يعني حسنت البخل ده وتطلع النفقه الواجبه عليك، توكل العيال، ما ينفعش تسيبهم بالطريقه دي، ما يقدر ولا ما يقدرش؟ يقدر، ماشي كده. اللي ربنا جبله على صفات محبوبه هو يحبه سبحانه وتعالى، ما عطاه، ما احنا ده تفضل من ربنا سبحانه وتعالى. هذا الامر هياخد ثواب افعاله كلها، وهو بيعملها بسهوله وبيعملها بيسر. طب التاني مظلوم؟ لا، ما اتظلمش، ان ربنا جعل له قدره على ان هو يفعل ذلك. هياخد ثواب على المجاهده. طب لو هو بقى فضل على بخله وساب نفسه على جهلها، على بخلها، على قرفها، ده مسؤول. ما انت اللي سبت نفسك. ما انت الانسان خلق جاهلا، كويس كده؟ بس عنده قابليه للتعلم. اتعرض عليه التعلم. فضل قاعد نايم مش عايز. يبقى هيتحاسب على ده لغايه ما يسقط. سقط هعمل لك ايه؟ نقول بل خالقه وبارئه جعله محدثا لاراداته وافعاله، وبذلك امره ونهاه واقام عليه حجته وعرضه للثواب والعقاب. فأمره بما هو متمكن من إحداثه. نقول لو قلنا أمره بما هو متمكن من فعله كانت تبقى أحسن بكتير. نقول من فعله بإرادته كانت تبقى أضبط، بدل ما أقول الإحداث اللي لها معنيين. الكلمة زي الخلق. لو القدرية قالوا يخلق إرادته بمعنى يشكلها زي
تخلقون إفكة زي أني أخلق لكم من الطين، كان الموضوع اتحل. بس أنت الاستعمال في المناظرات وفي العبارات على الكلمة الإيه؟ على الكلمة المصطلح، على استعمالها بالأكثر. يقول: ونهاه عما هو متمكن من تركه، ورتب ثوابه وعقابه على هذه الأفعال والتروك التي مكنه منها وأقدره عليها وناطها به وفطر خلقه على مدحه وذمه عليها. فطر الخلق على ذم الكذب، ماشي كده؟ عايز اقول لك بذم السحر. الفراعنة قالوا عن سيدنا موسى ساحر ايه؟ كذاب. بيقولوا كذاب دي عشان يعملوا ايه؟ عشان يرغبوا الناس فيه. مش العباد مفطورين على ذم الكذب؟ قال: فأت به ان كنت من الصادقين. فرعون ايه اللي بيخلوه ان كنت من الصادقين؟ الا ان الصدق حسن عند ايه؟ العباد، عند العباد كلهم. ده لو كنت صادق وريني اذا الصدق الحاجه كويسه، مش كده؟ فطر العباد على مدح الانسان على الصدق وذمه على الكذب. فطر العباد على مدحه على العدل وذمه على الظلم. فطر على مدح، ففطر الله الخلق على مدح المصلح وذم الايه؟ المفسد، ماشي كده؟ يقول: وقد فطر خلقه على مدحه وذمه عليها مؤمنهم وكافرهم، المقر بالشرائع منهم والجاحد لها. كلهم مفطورين على ذلك، المقر بالشرائع منهم والجاحد لها. كلهم مفطورين على مدح الإنسان وذمه على أفعاله وتروكه. فكان مريدا شائيا بمشيئة الله، بمشيئة الله له. ولولا مشيئة الله أن يكون شائيا لكان أعجز وأضعف من أن يجعل نفسه شائيا. فالرب تعالى أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة. ناقص نقطتين دي. أعطاه مشيئة وقدرة وإرادة، والإرادة هي المشيئة بس مزيد من التأكيد. وعرفه ما ينفعه وما يضره، وأمره أن يجري مشيئته وإرادته وقدرته. هات الواو. وقدرته في الطريق الذي يصل بها إلى غايته، إلى غاية صلاحه. فإجراؤها في طريق هلاكه بمنزلة من أعطى عبده فرسا يركبها وأوقفه على طريق نجاة وهلك. أوقفه يعني عرفه أنه دي طريق النجاة ودي طريق الهلك، ويمشي في طريق النجاة. وقال: أجرها في هذا الطريق. فعدل بها إلى الطريق الأخرى وأجراها فيه، فغلبته بقوة بأسها وشدة سيرها، وعز عليه ردها من جهة جريها، عن جهة جريها، وحيل بينه وبين إدارتها إلى ورائها مع اختيارها وإرادتها. يعني الفرس دي بتجري بإرادتها، بس هو قادر يوقفها دلوقتي بعد ما أدمن، ما بقاش إيه؟ قادر. مع إن في فرق في المثل ده. يعني المدمن اللي نفسه يقول لك مش قادر وهو بيعمل الفعل بتاع الإدمان مريد. يعني اللي بيشرب حشيش مش لازم يشد النفس ولازم يحط السيجارة بعد انه ايه؟ إرادته غالبة جدا له لازم تجيب الحشيش ويروح يشتري. يعني أنا أقصد في أشد حالات عجز الإرادة هو مسؤول، لأنه إيه؟ مريد وقادر. بس هو اللي أجرى الفرس بتاعته في حيث إنها مش راضية تمشي معاه في السكة العكسية. المدمن على المواقع الإباحية لازم يتك على الزراير بتاعتها. مريد وقادر، ماشي كده؟ هو من جواه عايز يبطل. قد يكون، وفي ناس مش عايزه تبطل، في قد يكون عايز يبطل وإرادته ضعيفة جدا مستسلمة.
يقول فلو قلت كان ردها عن طريقها ممكنا له مقدورا أصبت، وإن قلت لم يبقى في هذه الحال بيده من أمرها شيء ولا هو متمكن منه أصبت، بل قد حال. يقول كان ردها في الأول خالص، وعايز أقول ويمكنه ردها في الحالة الثانية، بس لو لجأ إلى من بيده الأمر. يعني عايز تقول فلم يبق له في هذه الحال بيده من أمرها شيء، لا مش زي دي بالضبط، لأن هو أقول لك في العربية شيل رجلك من على البنزين ودوس فرامل، انت بقى وصلت الى درجة هتخلي العربية دي تقع بيك وانت لسه دايس على البنزين، فدي مسؤوليتك ولازم قبل مدة تدوس فرامل من بدري. وعايز اقول الفرق برضو في المثل ده لغاية اخر حاجة في اثر القدرة والارادة، لكن ضعف جدا بحيث مش قادر يقوم بالفعل. يقول بل قد حال بينه وبين ردها من يحول بين المرء وقلبه ومن يقلب أفئدة المعاندين. وأبصرهم بس مع تقليبه لغاية الآخر أفعالهم كلها بإرادة، ليست كارتعاش اليد، ليست كدق القلب. يقول وإذا أردت فهم هذا على الحقيقة فتأمل حال من عرضت له صورة بارعة الجمال. صورة للصورة، صورة مش أصدر رسم مرسوم أو على ورقة، لا مقصود بها إيه شكل، يعني واحدة صورة، يعني واحدة شكلها حلو. فدعاه حسنها إلى محبتها فنهاه عقله وذكره ما في ذلك من التلف والعطب، وأراه مصارع العشاق عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه. قال له شوف قتلت كم واحد، العشق قتل كم واحد. فعاد يعاود النظر مرة بعد مرة ويحث نفسه على التعلق وقوة الإرادة ويحرص على أسباب المحبة ويدني الوقود من النار حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ورمت بشللها وقد أحاطت به طلب الخلاص، قال له القلب هيهات ولا تحين منص. عشان كمان يشبه ذلك في زمننا حال من تعاطى المخدرات وأدمنها بإرادته حتى لم تبقى له قدرة على التخلص منها، بس هي موجودة القدرة ذو ضعيفة جدا وإرادته إيه ضعيفة جدا، بس يكلف مع قوم لوط كلفهم اللي كلفوش. قال هؤلاء بناتي، قال أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم. إذن كان بيدعوهم لغاية آخر لحظة إن هم يتوبوا إلى الله من إيه؟ هم كانوا أدمنوا الشذوذ أدمنوا. يقول وأنشده القلب، وقال له القلب هيهات ولا تحين مناص، وأنشده تولع بالعشق حتى عشق، فلما استقل به لم يطق، رأى لجة ظنها موجة فلما تمكن منها غرق. فكان الترك أولا مقدورا له لما لم يولد السبب التام والإرادة الحازمة الموجبة للفعل. لا قول الإرادة الجازمة نعم، أما الموجبة لا. نعترض على كلمة الإيه الموجبة، إرادة الله هي الموجبة. نقول لو قلت الموجدة تبقى ماشي. فلما تمكن الداعي واستحكمت الإرادة قال المحب لعاذله يا عاذلي والأمر في يده، هلا عذلت وفي يدي الأمر. طلع من إيدي خلاص،
والله العشاق كده فعلا والشواذ كده فعلا يلاقي من الناس مستسلم استسلام عجيب. بس انت بس اديله امل بس في المقاومه شويه، ممكن البذره الصغيره النقطه الذره من الاراده دي والقدره تقوى، ولو لجأ الى الله عز وجل يقويه تبص تلاقي ايه قويت ونمت مره تانيه ووفقه الله للتوبه ولو على اخر لحظه. يقول: فكان اول الامر اراده واختيارا ومحبه، ووسطه اضطرارا. بنقول وصفه بالاضطرار الذي لا اراده معه او اختيار، لا اراده معه او اختيار البته، لا اراده معه ولا اختيار البته، تعبير محل نظر ومنازعه، بل هو غير صحيح، لان الله كلف قوم لوط ان يتركوا اتيان الرجال رغم ادمانهم لها، وكلف مدمن الخمر ان يتوب منها، ولكنه مع وجود ارادته يشبه الاضطرار لغلبه الشهوه جدا، وكذا في العشق المحر، لكنه ليس ايه اضطرار. كالمضطر. ايوه ماشي، نقول كالمضطر تشبيه من شده ضعف الاراده، وهو مسؤول وهو اللي قاعد يقطع في ارادته دي لغايه ما ايه ما قطعها خالص وخلاها مش قايمه على رجليها ابدا. او اختيار بتة ولا ولا اختيار بتة؟ هي الذي لا ارادته او اختيار، تمشي كده بس عشان يوضح المعنى اكتر، يبقى ولا، لان الاراده والاختيار مقصودين واحد يعني. يقول: كان اول، يقول اخره، كان اول الامر اراده واختيارا ومحبه، ووسطه اضطرارا ونحن معترضين، واخره عقوبه وبلاء. ومثلها ومثل هذا برجل ركب فرسا لا يملكه راكبه ولا يتمكن من رده، واجراه في طريق ينتهي به الى موضع هلاك، فكان الامر اليه قبل ركوبها، فلما توسطت به الميدان خرج الامر عن يده، فلما وصلت به الى الغايه حصل على الهلاك. ويشبه هذا حال السكران الذي قد زال عقله اذا جنى عليه، في حال سكره لم يكن معذورا. اذا جنى الظهر من غير عليه، ما هو نتكلم هي اذا جنى هو في حال سكره لم يكن معذورا لتعاطيه السبب اختيارا، فلم يكن معذورا بما ترتب عليه اضطرارا. وهذا مأخذ من أوقع طلاقه من الأئمة، وده اللي بنقول بيه. ممكن يقول ممكن تكون على عقله، إذا جنى عليه جنى على العقل في حال سكره، إذا جنى السكران على عقله. يقول: ولهذا قالوا إذا زال عقله بسبب يعذر فيه لم يقع طلاق. شرب مع شراب يظنه عصير فطلع ايه حمرة، فشربه فسكر فطلق، لم يقع طلاق بيننا وبينهم. يقول يعني مع اللي بيقولوا يقع واللي بيقولوا ما يقعش، فجعلوا وقوع الطلاق عليه من تمام عقوبته، من تمام عقوبة السكر. والذين لم يوقعوا الطلاق في قول الطلاق قولهم أفقه، كما أفتى به عثمان بن عفان، ولم يعلم له في الصحابة مخالف، ورجع إليه الإمام أحمد. التابعين المخالفين يعني أكيد ما نقول كلامهم عن الصحابة، وده قول جمهور أهل العلم. يقول: ورجع إليه الإمام أحمد واستقر عليه قوله، فإن الطلاق ما كان عن وطر، والسكران لا وطر له في الطلاق. إنه يقع. لا، عثمان بيقول ما يقعش. الجمهور انه يقع، طالما كانت اختيار السكر باختياره. هنقول ايه في الباب ده؟ نقول ان الباب ده مبني على حقوق الاخرين، وان هذا الامر يوجب عليه حقوقا. طب هو اثناء سكره قذف امرأة. المرأة دي تضررت. والناس هيبصوا من هو يقول لك ده كان عارف السر وكتمه
ولما شرب الخمر ايه فطلع المكنون والناس تصدق الكلام والمرأة تضررت. ما اقيمش عليه الحد انا غير حد الخمر فقط. طب هو وهو كده على سكره وكده اغتصب امرأة هعاقبه على 40 جلدة؟ الله العظيم ده حاجة تبقى قول عجيب. قاتل بالظبط اشد من ده. كنت لسه هنتقل لها على طول ان هو سكران كده ومخدرات مع بعض وايه وطلعت في دماغهم رايحين قاتلين راجل. يبقى الناس كلها تشرب خمره وتعمل ايه كل اللي عايزاه تطلع بقى وقد امنت العقوبه. وفي اجماع في كل المتلفات ما عدا الطلاق. بس في خلاف الطلاق في خلاف باقي المتلفات كلها فيها اجماع. احنا بنخصهم عليها عشان ده من ضمن الحقوق. لو كان حاجه بينه وبين ربنا فقط هنقول ماشي. بس الطلاق حق مشترك. انا فاهم انا هو بس في حقوق لها. هذه المرأة تستحق الصداق كاملا ويجوز أن ينتهي تسلط هذا الرجل عليها وتخلص منه وتاخد حقها كامل وتتجوز واحد تاني. يقول فإن الطلاق ما كان عن وطر والسكران لا وطر له في الطلاق. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم وقوع الطلاق في حال الغلق والسكر من الغلق. السكر الاختياري ليس كالإكراه والجنون. والسكر الاختياري الذي يترتب عليه ده كلام نحن بقى يترتب عليه حقوق الآخرين يجب أن يتحمل صاحبه آثاره ونتائجه وإلا لازم أن يكون الاغتصاب والقتل والقذف وهو سكران لا يحاسب عليه. وما أقبح هذا. وهل ترتكب جرائم الزنا والقذف واللواط إلا مع السكر والمخدرات غالبا؟ عشان كده لو هو مغلق العقل يبقى مفيش مكلف. يقول كما أن الإكراه والجنون من الغلق. بل قد نص الإمام أحمد وأبو عبيد وأبو داود على أن الغضب إغلاق. نحن نقول بذلك إذا كان غضبا لا يشعر إيه بما يقول. الخلاف في الطلاق. الخلاف ده كان بقى المتلفات ما فيش حاجه اسمها غلط فيه. حتى لو جرح واحد هو غضب منه. لو هو ضربه أذهب شيئا منه وهو مغلق إلى درجة أنه لا يعي ما يقول وثبت ذلك هيبقى خطأ. مش هيبقى عمد. الطلاق الغضبان اللي واصل لدرجة لا يعي ما يقول يبقى هو ده اللي ما يقعش. طلاق الغضبان اللي يقعد يحكي لك ويقول لك غصتني فعايز ارد لها البتاع فرحت جاي قايل لها دخلت عليها قالتني استفزتني رحت جاي قايل وانا ما كنتش عايز. هو ده اللي الدرجه الوسطى اللي ابن القيم بيقول عليها واللي بيقول بوقوعها والجمهور ايضا على عدم اعتبار هذا مسقطا لالفاظه. لا مسألة طلاق الغضبان المتوسط الذي يندم على فعله مسألة خلافية. لو أكلف شيء هو سكران سكر غير اختياري. أكلف بسكر غير اختياري. يعني شرب شيئا أنه ماء. أتلف شيئا وهو سكران سكر غير اختياري. نقول حاجة ازاي؟ واحد في البنك عمل عملية في البنك قعد بقى يعمل وفي بعض البنك بيهيج كده. راح جاي مكسر في المستشفى الازاز والمحاليل والبتاع وايه لا ده هيبقى من زيت الخطا والخطا يتحمله المخطئ. لو بقينا معاه القانون يا شيخنا بياخد قول الجمهور وياخد قول الحنفيه يوقع الطلاق غير الطلاق يجعله مخطئ. فسر به الإمام أحمد الحديث في رواية أبي طالب وهذا يدل على أن مذهبه أن طلاق الغضبان لا يقع. ده اللي بيخرجه مذهب عنده وإلا فالمذهب عنده أنه إيه واقع المنصوص. يعني يقول هذا هو الصحيح الذي يفتى به إذا كان الغضب شديدا قد أغلق عليه قصده. أغلق عليه قصده يعني بيتصرف من غير إرادة منه مش من غير وعي. احنا بنقول انهون الوعي اللي من غير وعي
يقول فإنه يصير منزلة السكران والمكره، بل قد يكونان أحسن حالا منه، فإن العبد في حال شدة غضبه يصدر منه ما لا يصدر من السكران من الأقوال والأفعال. وقد أخبر الله سبحانه أنه لا يجيب دعاءه على نفسه ولده في هذه الحالة، ولو أجابه لقضي إليه أجله. دي من رحمة ربنا، وليس أن العبد يستحق أن يسقط ذلك. ارتكب النهي، الرسول قال لا تدعوا على أنفسكم. هو لا تدعوا على أنفسكم، الرسول بينهاهم ليه؟ علشان ده ما ساقط عنه التكليف. الوضع الطبيعي الإنسان ما بيدعيش على نفسه، مش كده؟ ولكن شدة الغضب بتخلي الإنسان إيه؟ يدعو على نفسه. يا رب أموت، يا رب أتعمى، يا رب أخلص منكم، مش كده؟ لا مش زيها طبعا. شدة الفرح ممكن توصل إلى ذهاب، عشان كده بنقول حاجة اللي بين الإنسان وبين ربنا، وفعلا ذاهب العقل حتى أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. ده إنسان غير مكلف بها بالاتفاق. يقول ولو بيقول لو أجابه لقضي إليه أجله. وقد عذر سبحانه من اشتد، أهو جايبها، قد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بولود راحلته في الأرض المهلكة بعدما يأس منها، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هو في الحقيقة كان أغرق عليه قصده، ولا قصده موجود بس لسانه اللي أخطأ؟ هو عايز يقول جزما ويقينا، كل عاقل يسمع القصة يقول هو عايز يقول إيه؟ إن إرادته موجودة، إن قصده مش اتلغى، مش إنه أصبح من شدة الفرح لا يعي ولا ويريد أشياء أخرى. ده هو عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكن أخطأ فقط، ولم يزل عقله، ولم يزل قصده، فالتمثيل في غير موضعه. يقول وقد عذر سبحانه من اشتد به الفرح بولود راحلتي في الأرض المهلكة بعد ما يأس منها، فقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ولم يجعله بذلك كافرا، لأنه أخطأ بهذا القول من شدة الفرح، مش زيها والله. فكمال رحمته وإحسانه وجوده يقتضي أن لا يؤاخذ من اشتد غضبه بدعائه على نفسه وأهله وولده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال محذرا من خالف نهيه إيه؟ لا تصادفه من الله ساعة إجابة. بالدليل أنه ممكن إيه؟ يجاب، ولكن من رحمة الله بعبده أنه غالبا ما لا يستجيب. يقول ولا بطلاقه لزوجته، وأما إذا زال عنه عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول، فإن الأمة متفقة على أنه لا يقع طلاقه ولا عتقه ولا يكفر بما يجري على لسانه من كلمة الكفر. ده بقى المتفق عليه اللي هو زال إيه؟ عقله. وده في الحقيقة الإغلاق. هل ابن القيم في الغضب المتوسط؟ لا، ابن القيم في الغضب المتوسط اللي انغلق عليه قصده ولم ينغلق عليه عقله، ماشي، وعيه، يقول بعدم مخاطرة، موافقا لشيخ الإسلام الثاني. ده خلاف الجمهور. خلاف قول الجمهور. ده غضب متوسط. هو المتوسط ده هو الدرجة اللي بيقولك أغلق عليه قصده وليس أغلق عليه وعيه، عشان قالك إما أما إذا زال عنه عقله بالغضب فلم يعقل ما يقول بالاتفاق، ماشي كده؟ فهو الخلاف فنهين، مش في ده، عشان تقول لي هو ده حتى المتوسط، ما الغضب الشديد هو الذي زال معه إيه؟ وعيه، ماشي كده؟ الخلاف في الدرجة ده هي. يعني مش لا يريد ان يطلق، بس من شدة الغيظ راح جه مطلقها. هو قبل كده ما كانش مطلق. بس هل قلت لو نادم في كل حتى لو كان يريد نادم بعد ذلك؟ ايوه، ما انا عارف، عشان كده انا بقول الالفاظ اللي طلعت منه وهو واعي، والقصة مدارها واضح بان هو فعلا قصده ينتقم منها. لا، ده في ارادة للانسان في ذلك. القول التاني بيقول يريد الطلاق ثم ندم، يريد الطلاق. اه، هو بيندم اول ما يفوق. اللي ابن القيم
بيقول اول ما بيفوق من الغضب الشديد المتوسط اللي احنا بنتكلم عليه ده يتبين له ان انا عملت كده ليه. بس بس هو في الحقيقه خاص الشيخ ده خلاف لو هو يعني زلت لسانه بس ما كانش في نيه. لا اللي زلت لسانه ما كانش في نيه مش طلاق، ده زي الخطا لما الله ما انت عبدي وانا ربك. يبقى الغضب اغلق عليه قصده ولم يغلق عليه ارادته وعيه وعي. وبالتالي فاحنا بنعرف منها انه ايه، انه ارادته موجوده بس ضعفت. وعشان كده قلنا اللي موجود ارادته موجوده بس ضعفت رفضنا نسميه ايه، مضطرا، ورفضنا اسقاط المسؤوليه عنه في هذه الحاله طالما ارادته لسه ايه موجوده. ليس هذا الاغلاق يعني. ليس هذا الذي ينطبق على انه اغلاق. قول جمهور اهل العلم بعدم اعتبار هذه الحاله مسقطه للطلاق. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.